تنضم الينا هاتفيا دكتوره وفاء علي استاذ الاقتصاد وخبيره الطاقه. ارحب بك دكتور معنا في هذه التغطيه بدايه بعد التحيه. يعني بعد استمرار هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه التي تؤثر على العديد من دول العالم في مقدمتها طبعا الدول المتقدمه، من وجهه نظرك دكتوره وفاء ما هي الخطط البديله بالنسبه لهذه الدول؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اولا نحن امام متحور جديد من الحروب يا استاذه دانا، الا وهو حروب الطاقه. وعلى المستوى اللي احنا شايفينه الدول ما زالت الى الان لم يتم اتخاذ التدابير المناسبه لايقاف هذه المعركه العبثيه، سواء على المستوى الطويل او المستوى البعيد. لان الحقيقه بعد مرور وقت طويل وبعد كل هذه الشهور وبعد وصلنا الى المرحله السابعه من العقوبات، ارتدت العقوبات الى اصحابها او على اصحابها ونحن معها جميعا العالم كله. ويمكن العالم بيواجه الحقيقه نقطه يعني في منتهى الخطوره، يعني الحقيقه ان جعلت صناع القرار والقاده السياسيين في العالم يعلنوها صراحه ويدقون ناقوس الخطر لاول مره ان الركود التضخمي يلح في الافق، ودي لم تحدث من قبل. الحقيقه العالم عشان يتخذ تدابير، اوروبا لن تستغني عن الامدادات الروسيه سواء في النفط او الغاز بين عشيه وضحاها، وانما تحتاج الى تدابير كثيره، والعالم ايضا. ويبدو ان العالم لم يكن مستعدا الى هذه المرحله، بمعنى ان العالم فجاه اكتشف ان هناك ما يسمى بسياسه اداره الطاقه، واهمها ضمان الاستدامه واداره الطلب. العالم أيضا انتبه إلى أهمية الإمدادات الروسية، وانتبه العالم أيضا إلى أنه لكان لابد من اتخاذ التدابير المناسبة والاستعدادات للطاقة المتجددة. لأن الحقيقة على أرض الواقع نحن نشهد يعني الحقيقة مشهد غريب، احنا داخلين على كوب 27 وشايفين العالم بيعاني ولم يتم اتخاذ التدابير المناسبة، وكأن العالم لم يكن في حسبانه يعني كل الأحداث اللي احنا شايفينها على أرض الواقع. الحقيقة إن العالم كان مفروض يعني وإحنا داخلين على اهتمامنا بالطاقة المتجددة اللي كان يعني الحقيقة التغيرات المناخية كان الحديث عنها يا أستاذة دانا في الماضي نوع من الطرف ونوع من الخيال العلمي، وكل ما حذر منه العلماء حاليا ظهر بشدة وبمنتهى الغضب. طب دكتورة وفاء من وجهة نظرك في هذه النقطة، يعني لماذا ترجعين هذه الأسباب عدم اتخاذ خطوة كبيرة وملموسة وصريحة من قبل هذه الدول؟ هل لكبر هذه الأزمة، الأزمة الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن كما حضرتك ذكرت روسيا تحتل المركز الأول في إنتاج طبعا الغاز وحتى الطاقة؟ وبالنسبة للنقطة الأخرى، هل ترجعيها إلى أسباب أخرى مثل مثلا عدم وجود نظرة استباقية وصارمة من قبل هذه الدول؟ أنا بقول لحضرتك سياسة إدارة الطاقة دي لم يستعد ليها العالم، نادى بيها مجلس الطاقة العالمي منذ 20 عام، ويمكن مصر من الدول اللي كانت سباقة في سياسة إدارة الطاقة. صحيح. بتأمين الطلب وتأمين الإمدادات، إدارة الطلب، ضمان الاستدامة، ولكن الحقيقة الدول دي أثبتت إنها لم تكن مستعدة. الحقيقة لابد أن يكون لديها وحدات للتخزين كبيرة جدا، حتى بعد إعلان ألمانيا على التخزين ولو وصلت حتى كل الدول الاوروبيه الى 100% في التخزين، نحن نواجه شتاء الغضب، بمعنى كميه الغاز المخزنه ستستهلك مع يعني انخفاض درجات الحراره الشديد. نعم. الحقيقه البدائل التي قدمت للدول الاوروبيه بدائل ليست على المدى القصير، يعني البدائل في انشاء معامل للاساله مثلا تحتاج الى وقت وحساب المسافات، لان طبعا البعد الجغرافي النسبي يساوي تكاليف. صحيح. الحقيقة كل البدائل التي قدمت، البدائل التي قدمت مثلا من الولايات المتحدة بطرح 20 مليون برميل من المخزون أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القابع في كهوف تكساس ولوزيانا، ده عمل إيه في الأسواق؟ الأسواق حصل فيها نوع من التأرجح. صحيح. في الأسعار، الأسعار بتنزل لوقت مؤقت ثم ترتفع مرة أخرى، لأن ساتك لسه قارية في التقرير كما تفضلتي عن انخفاض الطلب. عندنا عوامل كتيرة ممكن الطلب يتأرجح بسببها، ولذلك العالم بيعاني برضو في الفترة دي من حاجة مهمة جدا يعني، أو لازم العالم يلتفت ليه، لأن التراجح يعني تأرجح في أسعار الطاقة بيسبب حالة من يعني التذبذب في الطلب والعرض على الاستنتاج يا أستاذ. أنا مش هقدر كيف تستنتجين
في مكان يقبع فيه الخوف والأزمات، انت مش عارفة بعد شوية هيحصل ايه. وخلينا ناخد من اقوالهم، يعني مثلا احنا عندنا رئيس وزراء النمسا، انقطاع الكهرباء في النمسا لمدة ساعة يكلف مليار و200 مليون دولار. خلينا ناخد من تصريحات الامس للامين العام للامم المتحده عن المشكله الاساسيه صحيح. وهي مشكله الغذاء المرتبطه بنفس الملف وهو ملف الطاقه لعدم انضباط، خصوصا ان العديد من الدول أيضاً. الاوروبيه والدول المتقدمه هم يتخوفون من قرب فصل الشتاء، وعلى الناحيه الاخرى يمكن روسيا تتقاضى كلفه ارتفاع الاسعار بشكل كبير في هذا التوقيت. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره وفاء علي استاذه الاقتصاد وخبيره الطاقه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.